إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الجرعات، وهي جرعات تعطى بالتطعيم للطفل. راح نتكلم عن أول سنتين، إيش تقدر تعطين، إيش بعض الجرعات اللي تقدر تعطينها الطفل في هذه الفترة. طبعا خلال السنتين، طبعا أول جرعة تكون التهاب ضد التهاب السحائي، وهي جرعة واحدة فقط. أيضا تعطينا جرعة أخرى من التهاب الكبد الوبائي فئة ألف، وطبعا هذه الفئة تكلمنا عنها في الدرس السابق، تكلمنا عنها في السنة الأولى، تعطينها في السنة الأولى التهاب الكبد الوبائي فئة ألف، وتعطينها بعد مرور السنة الثانية أيضا تعطينا التهاب الكبد الوبائي من فئة ألف الجرعة الثانية. أيضا تعطينا تطعيم الثلاثي الجرعة المنشطة الأولى اللي تكلمنا عنها في الدروس السابقة. إذا ما أنت ما أعطيتي في السنة الأولى، تعطينها إياه في السنة الثانية. ومن الضروري استشارة الطبيب في هذا الموضوع قبل إعطائها الجرعة المنشطة الثانية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، نشوفكم إن شاء الله في درس قادم.